الحصان مهزوز. حكايته النهاردة بألف حكاية. تعالوا نحكي قصته من أول ما بدأت. انتشر فجأة استغاثة الساعة 12 بالليل على مواقع التواصل الاجتماعي إن في حصان مرمي على الدائري، وعلى طول اتجه فريق الإنقاذ هناك، والراجل الغلبان ده بيساعد الحصان. حصان عضه زي ما انتم شايفين مسك رجليه. الحصان من كتر الألم ما كانش مستحمل حد يلمسه، واقع على الأرض بين الحياة والموت، هيكل عظمي. والحاج عواد المحترم راح بنفسه هناك اهو زي ما انتم شايفين، والحصان غلبان جدا جدا. طبعا دي مشاكل ومقاسي العربيات الكارو. هنا كابتن عواد بيكلم الراجل صاحب الحصان. ادي صاحب الحصان اهو اللي كان واخد الحصان ومعاه مراتاته الاثنين على العربيه لغايه ما وقع من المنظر ده، واتنقل المزرعه. طبعا ما عرفوش يقوموه، وانا كنت مسافر قلت لهم استنوا للصبح، ودفوه حاطين له البطانيه قاعد ياكل والمخده. وتاني يوم رحت له. اول ما وصلت المزرعه قالوا لي خلي بالك يا دكتور، الحصان تقريبا بيموت، الدبان كله اتلم عليه، وانتوا عارفين طبعا الدبان بيكتر جدا حوالين الجثث، وهو فعلا خلاص يعني ما بيديش منطق. اول ما شفته اتخضيت، طلعت جري اجيب الادويه، وعملت له شويه خلطات ادويه ونزلت عليه. حصان غلبان جدا يا جماعه، منظر زي ما انتم شايفين الدبان قد ايه. مكنتش عارف حتى يعني اقف من كتر الدبان. هنقف جنبك يا مهزوز، وان شاء الله هنقوم مع بعض. حفزت الرجاله كلهم ولمتهم، ويلا يا جماعه اجهزوا عشان هنقوم الحصان. وهنا طبعا بشيل الاكل اللي واقف في زوره، كانوا سايبين له الاكل، وهو اصلا مش قادر يبلع ولا قادر يتحرك. فشلت الاكل كله، وبعدين ببتدي اجهز الحصان عشان نقومه. قلت لهم يلا يا رجاله كله يجهز، هنعمل محاوله. وطبعا طول الليل قعدوا ادوله محاليل وادوله حاجات كتير جدا، فمجرد مديت الادويه كنت عاوز استغل على طول الدفعه اللي الدواء هيعملها، وقاعد بشجع الحصان وبزعق له قوم. الأصوات العالية في اللحظات دي مهمة جدا، عشان احنا عاوزين نحفز الجهاز العصبي. الحصان لما بيرقد كتير بيبقى الموضوع منتهي، صعب جدا ان هو يقوم، ولو ما قامش هيموت، فبالتالي ما عندناش حل غير ان هو يقوم. هنقوم يا مهزوز، سميته مهزوز طبعا عشان عنده علامات عصبية. بيسيبوا الخيل تاكل من الزبالة، وبياكلوا المخلفات الحيوانية، ودي بتعمل خلايا اسفنجية في المخ اللي هو مرض جنون البقر. الخيل من الجوع بتضطر تاكل المخلفات الحيوانية دي لان ما عندهاش بديل. زي ما انتوا عارفين الخيل والبقر والجاموس وكل ده كائنات نباتية، الجهاز الهضمي ما يقدرش يهضم المخلفات الحيوانية، ولما بيحصل ده بيكون دي النتيجة. الحصان منهار. هنحاول معاه مرة واثنين وثلاثة، حاولنا نقومه أول مرة ما قدرش خالص. وهنا بطبطب عليه طبعا، مهم جدا إن أنت تتكلم معاه وتطبطب عليه وتفهمه إن أنت معاه. هتقول لي يا دكتور ده حيوان، هقول لك يا حبيب قلبي هو بياخد الطاقة بتاعته منك. لو أنت مستسلم ويائس جنب الحيوان بتاعك، ولا عمرك هتشوفه هيقوم، ولا عمر المرض هيسيبه. ولو أنت اديت له الأمل واستعنت بالله، اكيد ربنا مش هيسيبك والمرض هيروح. وهنا طبعا بنقلبه عشان ندخل الحبال من تحتيه. قررنا المرة دي ان احنا نشيله بالكامل، الحبلين خلاص دخلوا، وهنبتدي نرفع. بسم الله بسم الله، يلا يا مهزوز، هنقوم يا مهزوز يلا. حط رجليه الحمد لله، حط رجليه، ودلوقتي بقى بيحاول يظبط الاتزان بتاعه. زي ما بقول لكم لما بيرقدوا كتير الاتزان بيبوظ والرجل بتنمل، والموضوع بيبقى صعب جدا. ايوه كده، فهو هنا في حاله لا وعي، كان حصان سكران. سكران من تعذيب البشر، سكران من العذاب اللي شافه في حياته.
الناس كلها وقفت تساعد، والراجل المحترم ده كان جاي في زيارة للحاج عواد اللي ماسك ديل الحصان ووقف يساعد برضه، ركن عربيته وقعد يساعد على طول. والحصان مفيش توازن اطلاقا زي ما انت شايفين، خلاص بيقع على الارض، ولو وقع على الارض دلوقتي الموضوع هيبقى انتهى، مش هنعرف للاسف نقومه تاني. فاحنا عايزين نستغل الفرصة دي على قد ما نقدر. وقلت لهم امسكوا الديل وافردوه لورا في خط مستقيم وانا ماسك الراس، والحصان في حالة لا وعي قاعد يتطوح يمين وشمال. اسند نفسك يا مهزوز، اسند نفسك، فوق معايا. هنقوم وهنخف ان شاء الله. هتقول لي يا دكتور انت بتحارب ليه مع الخيل دي؟ اقول لك هو واجبنا كده، الدكتور البيطري المفروض يحارب مع الحالة بتاعته ويشوف. ربنا قدر ان هي تخف يبقى هو عمل اللي عليه، وربنا ما قدرش ان هي تخف يبقى هو عمل اللي عليه برضه. هي دي مهنتنا يا جماعة، لكن نستسهل وتدي إبرة والكلام ده ربنا يحاسبك على الكلام ده كله. الحمد لله واحدة في واحدة بدأ يحط رجليه، الأربعة دلوقتي على الأرض، الأمور بقت أفضل، ولكن لسه باين في عينيه مهزوزة خالص، يعني بتروح وتيجي. قلت لهم هاتولي برسيم، جاب لي برسيم. وبشكر طبعا صديقي أحمد الخطيب اللي كان بيصور ساعتها، كان جاي يركب خيل وقال لي انا هصور الموضوع. ودي طبعا العضة، الحصان عضني عضة كده وهو ايه بفوقه. ناخده خطوه، بص عينه مكسوره ازاي. يلا لازم تمشي رجليك عشان هتقول لي طب العربجيه بيعملوا كده ليه؟ اقول لك يا اخي بيجيبوا الحصان ببلاش، ولا محتاج تغيير زيت ولا فلاتر ولا بنزين ولا نيله، بياخد الكرباجو يكرباجو والحصان على طول يمشي ويعمل له اللي هو عايزه لغايه اما يقع بالمنظر ده، وبياكله حتى من الزباله، مصرفش عليه جنيه في اكله. والراجل صاحبه متجوز اتنين، يعني فاتح بيتين، وما شاء الله كلهم يعني صحتهم كويسه. واي حد اشوفه صحته كويسه وحيوان وصحته وحشه يبقى ده انسان للاسف محتاج يراجع نفسه. للاسف ربنا يحاسبه جامد جدا، لان ده لا هيعرف يروح يشتري لنفسه حاجه ولا يعمل لنفسه اكل ولا يعمل اي حاجه خالص، هو معتمد على صاحبه اعتماد كامل، عشان كده هتتحاسب عليه محاسبه كامله. ادينا له دش طبعا، وحاولنا نفوقه على قد ما نقدر، اموره بقت اطيب شويه وبقى اتزانه بيرجع واحده واحده، ورجليه بقت بتحسس على الارض واحده واحده. وانا معاه طبعا يعني على طول بوفر له حالة من السعادة ومن الأمل، وبقول له يلا نمشي. قال لي مش قادر، أنا مشيت شوية عايز أقف أريح شوية. قلت له أقف يا حبيبي. وهنا تاني بنمشي برضو، قام باصص لي كده وقال لي يا دكتور من فضلك واحدة واحدة عليا. قلت له حاضر يا فندم، هنقف ونريح واعمل اللي أنت عايزه. وبعدين خدنا اللحظات الأخيرة، بقى يمشي افضل كتير، ووصلته طبعا عند البرسيم قاعد ياكل اهو، وجبت العسل الاسود حطيته عليه عشان يدفيه كده ويديله طاقة. شايفين المنظر؟ شايفين الحصان واقف ازاي؟ غلبان قوي، غلبان بجد. روح نبص على روح يا روح، ما بعدك روح. دي الفرس روح الغلبانة اللي شافت يعني عذاب، الحمد لله عينيها بدأ يرجع البصر شوية والجروح بدأت تلتئم. وده حصان جاي واسي، الحصان مهزوز وبالمرة كان جاي ياكل أكله. قلت له امشي. وحكايتنا يا جماعة بتتكرر كل يوم، محتاجين الدولة تلغي الكرو وتقنن امتلاك الخيل. ومن هنا ومن عند رحمة بقول لكم فعلوا هاشتاج الغاء الكرو تقنين امتلاك الخيل، عشان ربنا هيحاسبنا كلنا على المخلوقات دي. كلكم بتعملوا لنا منشن لما تشوفوا حيوان تعبان، واحنا بننزل في ظروف صعبه جدا ربنا بس اللي يعلم بيها، وبيأثر علينا الموضوع ده من كل النواحي. ومحتاجين النهارده تقفوا معانا، لازم نلغي الكرو
ونقنن امتلاك الخيل. لازم كل واحد يبقى عنده حصان هذا الحيوان المكرم الجميل، يبقى قد المسؤولية، واللي مش قد المسؤولية يتمنع تماما من استخدام الخيل في الجر. هتقول لي ده بيأثر على ناس كتير، اقول لك يشتغل اي شغلانة وما يأذيش الروح، على الاقل ربنا هيبارك له في رزقه وهيكرمه، واحنا هنترحم من هذا العذاب وربنا هيطرح البركة في البلد كلها. شارك الحلقة عندك واكتب عليها الغاء الكرو تقنين امتلاك الخيل. اشوفكم على خير.